جزء كده صغير في شابتر 3 اللي بيتكلم على الساج. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على ايه هي انواع السبورتس، انواع الابراج الموجودة، اتكلمنا على ايه هي انواع العوازل او الانسيليتور اللي بتستخدم في عملية العزل. والنهاردة ان شاء الله نبدأ نتكلم على حاجة مهمة جدا اللي بنسميها الساج. ايه فكرة الساج ده؟ زي ما انتوا شايفين كده الرسمة اللي قدامكم دي، ان انا لو كان عندي ده برج وده برج تاني، بنسميه ان ده سبورت وده سبورت، المسافة اللي ما بين البرجين بنسميها اسبان. المسافة اللي ما بين البرجين بنسميها اسبان. طبعا ده شكل البرج كده بالظبط، بيبقى هنا فيه عازل وهنا فيه عازل. بعد كده ببدأ ان انا اوصل ما بينهم الكوندكتور. الكوندكتور اللي ما بينهم ما بيكونش مشدود ما بين الاتنين عوازل، لا ده الكوندكتور ده لازم بيبقى فيه له حاجة بيسموها ساج. كلمة ساج معناها انه يبقى بالشكل ده كده، يبقى فيه ميل. طب ليه بقى؟ لان بيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا في الباور سيستم، وهي فكرة وجود الرياح الشديدة، فكرة وجود تلج. لو هنا في منطقة فيها سنو كتير فيبقى فيها أزمة، هيبقى تقل على السلك، فعلشان كده لازم يبقى فيه زي ساك كده، يبقى السلك مريح شوية وما يبقاش مشدود، لأن طبعا مع اختلاف بقى الهواء أو غيره ممكن إن هو يقطع السلك لو أنا كان عندي عواصف أو حاجة زي كده. فزي ما انتوا شايفين بيبقى ده شكل الاسلاك اللي موجودة بيبقى فيها الساج ده. طيب زي ما اتفقنا ان المسافة ما بين الاتنين سبورت بنسميها الاسبان، السلك من فوق بيبقى له نازل بجزء كده بنسميه ده كده الساج. وتاخدوا بالكم من حاجة مهمة، ان المسافة ما بين اقل نقطة في الساج ده والارض بسميها الكليرنس. وطبعا المفروض ان ما يبقاش السلك ده نازل على الارض، لا يبقى له ارتفاع. عشان كده لما بنيجي نعمل ساج لازم نوازن ما بين حاجتين يا شباب، لازم نوازن ما بين ان يبقى فيه فعلا السلك ده مريح شويه ما يبقاش مشدود على اخره، ولازم ناخد بالنا من جزء الكليرنس ده ان يكون فيه جزء مناسب بحيث ان ما يكونش السلك ده واصل الى الارض. لان انت في بعض الاحيان الابراج دي بيكون تحتيها مناطق حد ممكن يعدي عليها، طرق او عربيات او حاجة، وبالتالي انت لازم تاخد في الاعتبار اثناء الديزاين الجزء ده. علشان كده بنضطر في بعض الاحيان ان احنا نعلي الابراج قوي علشان لما اجي اعمل الساج يبقى فيه كليرنس مناسب يسمح ان يبقى فيه اي حاجة موجودة تحت البرج، مع ان ده طبعا غلط كبير جدا ولكن هو حاجة موجودة. تعالوا نشوف تعريف الساج عبارة عن ايه. الساج هو عبارة عن الفرق في الليفل ما بين الاتنين سبورتس اللي موجودين واقل نقطة منه اللي هي المسافة دي. يعني انا عندي المسافة ما بين ده وده دي بنسميها الساج. يبقى التعريف بتاعه عبارة عن ايه؟ هو المسافة في الليفل او الفرق في الليفل ما بين اخر نقطة يا شباب، اخر نقطة في الانسيوليتورز اللي فوق واقل نقطة في السلك، ده اللي بنسميه الساج. ديفرنس ما بين البوينتس اوف سبورتس اللي هي المسافة بتاعت الاسلاك بتاعت العوازل اللي موجودة في السبورتس واقل نقطة في الكوندكتور. الاسبان هي المسافة ما بين الاتنين سبورت وبعضهم، دي اللي بنسميها الاسبان. طيب لازم ناخد بالنا في نقطة مهمة جدا، ان انا عشان السيفتي بتاع السلك لازم ان يكون السلك ما يكونش مشدود على اخره، بالعكس يكون السلك الموجود عندي ده فيه ساك شوية كده بحيث ان انا اقدر استحمل بقى اي تغير يحصل، زي بقى ممكن عواصف، ممكن منطقة فيها سنو، ممكن اي حاجة من الحاجات دي، لازم تكون في ساج مناسب للجزء ده. تاخدوا بالكم من نقطة مهمة، ان انا لو شديت السلك على اخره
لو السلك ده كان مشدود ما بين الاثنين انسيوليتور هيبقى في عندي ستريس كتير جدا على الكوندكتور، وممكن تحت اي ظرف موجود ممكن يحصل له بريك، يعني تحت اي عاصفه تحت اي حاجه ممكن يحصل له بريك وتبقى دي مشكله. طيب في كمان بقى نقطه مهمه جدا نبقى عارفينها، خلي بالكوا يا شباب ان في عندي مع اختلاف التمبريتشر مع اختلاف البريشر الموجود على فصول السنه ممكن الاسلاك اللي موجوده عندي يحصل لها زي تمدد زياده او يحصل لها زي انكماش شويه، علشان كده الساج اللي موجود لازم يسمح بكده، لازم اخد بالي ان في بعض الاحيان السلك ده ممكن يحصل له انكماش شويه، ممكن السلك ده يحصل له تمدد شويه، طبعا مش بنسبه كبيره بيبقى حاجات صغيره جدا، لكن دي لازم ناخدها في اعتبارنا واحنا شغالين بنعمل الديزاين. طب ايه اللي بيأثر على الاسلاك بالشكل ده؟ اللي بيأثر عليها طبعا التمبريتشر الموجود، اللي بيأثر عليها لو انا كان عندي ويند كبير وفي منطقه فيها ستورمز كتيره فده ممكن تأثر على الاسلاك، فعشان كده لازم نعمل الساج. تمام، لو انا عندي في منطقه فيها سنو او ايس او حاجات زي كده فده بيتاثر لي برضو على الاسلاك، فلازم يبقى فيه جزء الساج ده. وطبعا زي ما اتفقنا ان بيختلف طول السلك في فصول السنه المختلفه، سواء اذا كنت انا بقى في الشتاء او في الصيف بيحصل تمدد ولا بيحصل انكماش وهكذا، فبتبقى دي مشكله. عشان كده يا شباب ما بنرضاش نحط السلك ونعمل له التنشن بتاعه يكون عالي، يعني ما يكونش الشد بتاعه شديد علشان ما يحصلش بريك للسلك ده. طب ايه هي الفاكتورز اللي بناخدها في اعتباراتنا واحنا جايين نعمل ديزاين للكوندكتور والسبورتس؟ اول حاجه شباب الكوندكتور ويت، وزن الكوندكتور. طبعا انت ما تقدرش ان انت تعمل المسافه ما بين الاثنين سبورت دي كبيره قوي لو كان وزن الكوندكتور كبير، لان لو كان وزن الكوندكتور تقيل قوي فاذا هيبقى الساج كبير، فلازم اخد بالي من اول حاجه هتاثر معايا وانا شغال هي وزن الكوندكتور. تاني حاجه الكوندكتور تنشن الشد بتاعه، حضرتك محتاج الكوندكتور يبقى ايه؟ محتاج الكوندكتور يتوصل بالشكل ده ولا محتاجه يتوصل كده ولا محتاجه يتوصل كده، على حسب الشكل اللي انت هتشتغل بيه التنشن شكله عامل ازاي. النقطة التالتة اللي بتحكمك وانت بتعمل الديزاين ده هي الاسبان ما بين الاتنين سبورت، المسافة ما بين الاتنين سبورت، هل المسافة ما بين الاتنين سبورت دول كبيرة جدا ولا المسافة دي صغيرة ولا المسافة شكلها عاملة ازاي؟ يبقى الديستانس ما بين السبورت شكلها عاملة ازاي؟ اخر حاجة المنطقة هي التمبريتشر، التمبريتشر ده نظامه ايه؟ هل انا عندي درجات الحرارة متغيرة كتير هيحصل تمدد ويحصل انكماش كتير ولا ايه النظام؟ يبقى لازم اخد في اعتباري وانا بعمل الديزاين للساج الاربع نقط دول، الوزن الكوندكتور، التنشن بتاعه عامل ازاي، الاسبان ما بين الاتنين سبورت، ودرجات الحراره في المنطقه اللي احنا بنشتغل عليها. طيب انا بقى وانا بشتري الكوندكتور نفسه هل في بعض الميكانيكال كاركترستيك انا بحتاجها؟ في شوية ميكانيكال كاركترستيك كده أنا محتاجها. أول حاجة هي وزن الكوندكتور، عايز أعرف وزن الكوندكتور كام عشان تشوف هيقدر يستحمل لحد قد إيه. عايز تعرف كمان الوزن بتاع الأيس أو السنو في المنطقة اللي أنت بتحط فيها الموصلات دي، هل الوزن تقيل ولا إيه؟ لأن ده هيأثر. عايز تعرف كمان الوزن بتاع الويند، الرياح لما هتيجي شكلها عاملة إزاي؟ هتأثر على الكوندكتور ولا لأ؟ يبقى اذا المنطقه اللي انت بتحط فيها الكوندكتور بتختار فيها نوع الكوندكتور اللي بتستخدمه، فلازم تختار الميكانيكال كاركترستيك بتاعته. دايما الميكانيكال كاركترستيك بتكون خاصه بالستريس، هيبقى عليه ستريس قد ايه، الوزن بتاعه ده اول حاجه، وزن الايس او السنو لو موجود دي حاجه ثانيه، والويند دي حاجه ثالثه. علشان كده واحنا بنعمل ديزاين للساج لازم الثلاث نقط دول يكونوا موجودين عندي وابقى عارف الوزن بتاعهم كويس جدا. ليه؟ لان بناء عليه انا هشوف انا هعمل ساج بقد ايه، الساج هيكون كبير ولا صغير ولا شكله عامل ايه بالظبط. طبعا اصعب الظروف الموجوده لازم نعمل ديزاين عليها، اصعب الظروف هي وجود رياح شديده، هي وجود تمبريتشر مختلفه، هي وجود ايس او سنو كتير، وبالتالي ده اصعب الظروف اللي موجوده، اي ستورمز اي حاجه بالشكل ده لازم وانا بعمل الديزاين للبرج وللساج بتاعي لازم اخد في اعتباري اسوأ الظروف.
طيب هل في بعض الايكونومكس واحنا جايين نعمل ديزاين للساج او ديزاين للترانسميشن لاين لازم ناخدها في اعتباراتنا؟ ايوه. اول حاجه فكره الساج، خلي بالكم زي ما اتفقنا من شويه ان انا لو زودت الساج قوي فده معناه ان انا لازم ازود ارتفاع البرج قوي، لان في الحاله دي الساج بيقرب من الارض وتبقى مشكله، السلك بيقرب من الارض. اذا اول حاجه الساج بتاع الكوندكتور ده لازم يكون اقل ما يمكن، الساج لازم يكون اقل ما يمكن. ليه؟ علشان اتجنب فكره ان انا ازود في ارتفاع البرج عشان اخلي فيه كليرنس مناسب تحتيه. فدي اول نقطه لازم برضو نكون عارفينها، ده كايكونومكس، عشان ما ازودش في ارتفاع البرج لازم يكون الساج ده قليل شويه. النقطه الثانيه ان انا لازم احقق كليرنس مناسب تحت البرج وتحت السلك. لا ممكن يكون في طريق موجود، ممكن يبقى فيه مثلا عربيات هتمشي، ممكن يبقى فيه اشخاص هتعدي، فلازم ناخد بالنا في النقطه دي. يبقى احنا عشان ده شغل الايكونومكس، ده الاقتصاديات، يبقى لازم اوازن ما بين ان انا اقلل الساج وان ارتفاع البرج يبقى قليل عشان ما يدفعش كتير، وفي نفس الوقت ان انا احقق وجود كليرنس مناسب علشان لو حصل اي حاجه موجوده تعدي تحت البرج او تحت السلك يبقى في مسافه مناسبه ليها. وبرضو ان انا لو حصل عندي رياح ستورمس يبقى السلك يعرف يتحرك، يبقى المسافه يمينه وشماله مناسبه لحركه السلك عشان يحصل له اللي هي بيسموها السويمنج. السوينجنج دي اللي هي تارجح، يعني يبقى السلك رايح جاي كده مع الهواء ما يبقاش فيه اي مشكله حواليه. طيب في حاجه بقى مهمه لازم نعمل توازن ما بين حاجتين واحنا جايين نعمل الساج، توازن ما بين حاجتين. اول حاجه انا محتاج ان التنشن او الشد ده يكون اقل ما يمكن، محتاج يكون الشد بتاعي اقل ما يمكن، وفي نفس الوقت ان انا محتاج ان الساج يكون اقل ما يمكن. تاني، يبقى انا محتاج ان التنشن ان الشد ده يكون قليل جدا، وعشان يبقى قليل يبقى لازم تعمل ساج. بس في نفس الوقت لما اجي اعمل ساج انا مش محتاج ساج كبير قوي، انا محتاج ساج يكون قليل. فلازم نعمل زي كومباريزون ما بين الاثنين دول، تنشن قليل وساج قليل. ازاي بقى نعرف نوصل لحاجه زي كده؟ انا محتاج لو كوندكتور تنشن ومينيمم ساج، لازم ده يتحقق بقدر الامكان واحنا جايين نختار ساج. مش معنى ان انا عايز التنشن يقل فازود الساج قوي، لان انا لو زودت الساج قوي فده معناه ان انا بقلل الكليرنس، فمعناه ان انت لازم تعمل ارتفاع في البرج زياده تدفع فلوس زياده. لكن هي الفكره ان انا ازاي اقدر اوازن ما بين الاثنين، ما بين ان التنشن يكون اقل ما يمكن وفي نفس الوقت الساج يكون قليل. فعشان كده لازم نعمل ديزاين للساج، انا انزل بقد ايه بالظبط من السلك عشان ما يحصلش مشكله اقتصاديه. تعالوا كده نشوف ازاي نقدر نحسب الساج لاي خط. لو انا افترضت ان ده نقطتين على السبورت اللي هي A و B ما بينهم مسافه اسمها L، لو جيت في منطقه النص بالظبط عملتها L على الاثنين وL على الاثنين، وجيت للنقطة اللي في النص دي يا شباب، ده هو مثلا ده الساج، وجيت النقطة دي سميتها O، ودي نقطة A ودي نقطة B، خلاص بالشكل ده، ده L على الاثنين ودي L على الاثنين. تعالوا كده لما نشوف ازاي اقدر احسب الساج ده وايه اللي بيأثر في الساج. اول حاجة ال L دي هي السبان اللي هي المسافة ما بين الاثنين سبورت او البرجين. في عندي حاجه مهمه جدا في الكوندكتور والحاجه المؤثره الرئيسيه فيه هي الوزن بتاع الكوندكتور، الويت، وزن الكوندكتور. طيب وفي حاجه برضو كمان مهمه هي التنشن بتاع الكوندكتور. يبقى انا عندي حاجتين لازم ناخدهم في الاعتبار، الوزن والتنشن. الوزن والتنشن. هنيجي نفترض ان عند النقطة O دي نقطة الاوريجن بتاعتنا، وهنيجي نقول ان انا عندي محور X ومحور Y، الشد هيبقى موجود هنا تنشن، كأن ده بالظبط بمثل الشد ان هو قوة في اتجاه التي ده كده، وهنمثل كمان الW اللي هي الويت
ان عند اي نقطه يا شباب، عند اي نقطه موجوده عندي، يعني مثلا دي نقطه الاصل او نقطه الاوريجين، يعني لو انا اتحركت واخدت اي نقطه هنا وليكن اسمها بي، النقطه دي تبعد عن الاوريجين مسافه وليكن اسمها اكس مثلا، يبقى انا عندي نقطه اسمها بي تبعد مسافه اكس. طيب هل انا اقدر احسب الويت بتاعها ايه؟ الويت ده ممكن يبقى عباره عن المسافه اكس في الوزن بتاع الكوندكتور، لان خلي بالكوا وزن الكوندكتور هي بير يونت لينث، خلاص. فاذا كل ما هشوف المسافه، كل ما ابعد مسافه عن الاوريجين، هيبقى عندي الوزن ده عباره عن دبليو في الاكس، دبليو في الاكس، دبليو في الاكس، على حسب المسافه دي قد ايه. ده انا كده خدت نقطه اسمها بي، لو اخدت نقطه ثانيه هنا اشوف انا بعد مسافه ده ايه بالظبط، وفي نفس الوقت برضه هيبقى الوزن بتاعها اللي هو دبليو في الوزن او في المسافه يعني، تمام. ويبقى ده النقطة بي دي مثلا، لو انا خدت النقطة بي دي على سبيل المثال نقطة موجودة في اي مكان، المسافة ما بينها وما بين الاوريجين مسافة اسمها اكس، يبقى دبليو اكس هي عبارة عن الوزن والتي هو التنشن عند نقطة الاوريجين. طيب ناخد بالنا برضو ان انا في عندي نقطة مهمة جدا، هو الوزن ده بيأثر فين؟ اللي هي الدبليو في الاكس بيأثر فين؟ لو انا كان عندي يا شباب مسافة ايا تكون، ده جزء من سلك، جزء من سلك ده بادئ من عند نقطة الاوريجين لحد نقطة اكس، المسافة دي اسمها اكس، مش الوزن لما بيجي بيأثر في منتصف النقطة بالظبط؟ فاذا الدبليو اكس دي هي في النص، فالمفروض المسافة دي هي عبارة عن اكس على الاتنين، والمسافة دي عبارة عن اكس على الاتنين. يبقى اذا انا كده قدرت ان انا امثل الويت هي عبارة عن دبليو اكس بعد المسافة اكس على الاثنين، وقدرت امثل التنشن اللي هي عبارة عن شد، اتجاه الشد عند نقطة الاصل او عند الاوريجين بقوة اسمها تي. طيب تعالوا بقى لما نشوف النقطة او ازاي ان انا اعرف اجيب في النهاية معادلة للساج دي. علشان اقدر اجيب معادلة للساج، فانا هقدر اقول ان قوة الشد في الارتفاع بتاع الشد اللي هي المسافة دي اللي هي اللي بيسموها الواي، تمام اهو الشد اهو هنا يا شباب تنشن، النقطة بي دي بتبعد عن الاوريجين مسافة اسمها واي. فاذا اقدر اقول ان التي في الواي بتساوي الشد ده، ان النقطة دي موجودة على ارتفاع معين، نقطة موجودة على ارتفاع معين، الارتفاع ده اسمه واي، وقوة الشد اسمها تي، يبقى تي في الواي، التنشن في الواي بيساوي ايه؟ خلي بالك الواي ده هي تعتبر المسافة ما بين النقطة بي ونقطة الاوريجين، يعني تعتبر هي نقطة الساج عند بي، ان بي ده بي ساج قد ايه من الاوريجين يعني، خلاص. يبقى التي في الواي عباره عن ايه؟ عباره عن ده بيساوي، المفروض القوتين يساوي بعض بقى، يعني المفروض القوتين اللي هي قوه الشد وقوه الويت. طب الويت عباره عن ايه؟ الويت اللي هو دبليو في الاكس، وحصل فين؟ حصل في اكس على الاثنين. يبقى من هنا الواي عباره عن ايه بقى؟ الواي هتبقى عباره عن دبليو اكس تربيع مقسومه على 2 في التي. ايه الواي دي بقى؟ الواي دي اللي هي المسافة ما بين البي والاو، اللي هي لو انا عندي اهو ده السيستم اهو كده مثلا، لو ده هنا الاو ودي هنا البي، فان المسافة ما بينهم دي هي الواي، هي الواي. طب بنفس الكيفية لو انا عرفت اجيب الساج عند اني بوينت بديستانس اكس فروم الاوريجين، هل اقدر اجيب الساج عند نقطة ايه وبي، يعني الارتفاع من عند A وB ده لحد الاوريجين؟ الارتفاع ده انا هسميه S اللي هي كلمة ساج. طب الساج ده عبارة عن ايه؟ S بتساوي، خلي بالكوا بقى، W المسافة دي اصبحت كلها L على الاتنين، يبقى W في L على الاتنين، الكل تربيع زي دي بالظبط اللي هي X، اللي هي شلت ال X وحطيت L على الاتنين، الكل تربيع مقسومة على قيمة الاثنين في التنشن، اللي هي عبارة عن ايه في النهاية بقى؟ دي عبارة عن دبليو
في ال تربيع مقسومه على 8 تي. يبقى ده القانون النهائي بتاع الساج. يبقى قانون الساج عشان تعرف المسافه ما بين A و B وما بين الاوريجين، يعني انت هتنزل قد ايه بالظبط، هنزل مسافه S، هي عباره عن ايه؟ عباره عن وزن الخط قد ايه في المسافه اللي ما بين الاثنين سبورت قد ايه على 8 في التنشن اللي هي قوه الشد. هل انا عندي شد شكله عامل ازاي؟ هل حضرتك عندك بقى رياح شديده فبتعمل عمليه شد كتير ولا ايه النظام؟ هل في سنو او حاجه زي كده؟ دي لازم نبقى عارفينها. يبقى هنا كده انا عرفت اجيب الاس. طب لو انا جيت افترض ان البرج ده على ارتفاع مسافه وليكن اسمها اتش، طب الكليرنس بقى، الكليرنس هي عباره عن الاتش ارتفاع البرج بالكامل ناقص الجزء بتاع الايه؟ الساج. ده جزء الكليرنس، ده اللي لازم برضه في النهايه نبقى شايفينه وعارفينه علشان نعرف نقول هل هيقدر في حاجه تعدي من تحت البرج ده ولا ايه النظام؟ فدي نقطه مهمه. يبقى اذا عرفنا ازاي نحسب الساج وعرفنا ازاي نحسب قيمه الكليرنس. تعالوا نشوف كده مساله بسيطه على الجزء ده. طبعا هنا المساله سهله، المسائل سهله كلها، انت بتعوض في القانون النهايه اللي هو دبليو في ال تربيع على 8 تنش. تعال نشوف كده بيقول ايه. 132 كيلو فولت ترانسميشن لاين له البارامتر دي، الويت بتاع الكوندكتور 680 كيلو جرام على الكيلومتر، بعد كده اللينس بتاع الاسبان 260، بعد كده الالتيميت لينس 3100 كيلو جرام، بعد الاسترنس سوري الشد 3100 كيلو جرام، السيفتي فاكتور 2، عايز يحسب الساج قيمته قد ايه، وعايز يعرف الكوندكتور كليرنس ريكوايرد از 10 متر. ده الكليرنس ريكوايرد 10 متر، عايز يعرف بقى ارتفاع البرج بالكامل يبقى قد ايه. طيب تعالوا كده في البدايه، اولا هو اداني الاسبان قيمته 260، فده معناه ان ال دي ب 260، واداني كمان ان الدبليو يا شباب الويت بتاع الكوندكتور 680، بس 680 على كيلو جرام لكل كيلو متر. هنا انا رحت حولته بس للمتر الواحد، بدل ما يبقى للكيلومتر انا حولته للمتر فقسمته على الالف، هيبقى قيمة الدبليو علامة 6.8 زي ما هي موجودة كده. طيب امال التنشن تتجاب ازاي؟ التنشن هو مديني الاسترنس، مديني الاسترنس عباره عن 3100 كيلو جرام، بس انا عندي سيفتي فاكتور اللي هو 2، فانا هبدا احسب ان التنشن بيقل شويه، السيفتي فاكتور يعني اقسمه على الاثنين خلاص، بحيث ان انا يبقى عامل حسابي فعلا ان ما يحصلش شد كبير. هو هنا بيديني اقصى قوه للشد، لا انا بحسب على حاجه ايه؟ صغيره، عشان يبقى انا عامل سيفتي برده كويس في السيستم بتاعي. يبقى 3100 على 2 اللي هي 1550. خلاص كده؟ 1550 كيلو جرام، ومن هنا اقدر احسب هيطلع ان الساج 3.7. الساج 3.7 وهو مدي ان الكليرنس عندي قيمته ب 10، يبقى ارتفاع البرج على بعضه يبقى كام؟ 13.7 متر. يبقى ده حساب قيمه الساج. ازاي نقدر احسب الساج وازاي نقدر احسب ارتفاع البرج من المساله دي. دي برضو مساله ثانيه، بيقول ان انا في عندي ترانسميشن لاين كوندكتور ات ريفر كروسنج، يعني بيعدي على نهر، السبورتد فروم تو تاورز، في تو تاورز ات ايت ارتفاع 70 متر اباف ووتر ليفل، ذا هوريزونتال ديستانس بتوين التاورز 300 متر، المسافه ما بينهم 300 متر ودي تعتبر هي المسافه ما بين الاثنين تاور. اف ذا تنشن ان ذا كوندكتور از 1500 كيلو جرام، فايند ذا كليرنس ات ذا بوينت اوف ميد واي بتوين ذا تاورز، السايز اوف كوندكتور 9.10 سنتيمتر مربع، والدنستي اوف كوندكتور ماتيريال 8.9 جرام لكل سنتيمتر مكعب. في الاول خالص انا محتاج ان انا اشوف المسافه ما بين الاثنين كوندكتور والتنشن والويت وهكذا. اولا هو بيقول ان انا عندي المسافه او الهوريزونتال ديستانس بتوين التاور عباره عن 300 متر،
الهوريزونتال ديستانس عبارة عن 300 متر. عندي كمان التنشن جيفن في المسألة 1500 كيلو جرام، فبقى انا عندي 1500 كيلو جرام موجودين وعندي ال L موجودة. عشان اعرف اجيب بقى ال W، اجيب ال W ازاي اللي هي الويت؟ الويت هي عبارة عن L في A في رو. ال L في A في رو. ال L هجيبه الواحد متر. ال A 9 من 10 سنتيمتر مربع، يعني في 10 أس 4. الرو هو مديني الرو هنا 8.9 جرام لكل سنتيمتر مكعب انا هوديه الى المتر يعني. خلاص يطلع في النهايه ان الدبليو 4 من 10 كيلو جرام. ومنها اعرف ان انا احسب قيمه ايه السايج. وتاخد بالك ان هو مدي لك ارتفاع البرج كله اللي هي 70، يعني مدي الاتش بالكامل، وانت جبت السايج 3 متر، يبقى اذا ارتفاعه عن او الكليرنس قيمته قد ايه؟ 67 متر. هو ده اللي كان يقصد ان هو يجيبه. يبقى دي برضو حاجة سهلة كده بسيطة، كل مسائل الساج حاجات بالشكل ده يعني. خلاص يبقى هي دي الفكرة، ازاي ان انا اقدر احسب الساج اللي موجود عندي، ان انا بجيب المسافة ما بين التو تاورز شكله عامل ازاي، بشوف الوزن شكله ايه، بشوف الشد شكله ايه، وفي النهاية اقدر ان انا احصل على قيمة الساج. ان شاء الله المرة اللي جاية بقى ناخد يعني شوية حاجات او تأثيرات اكتر للساج في المحاضرة القادمة. حد عنده سؤال في حاجة؟ ان شاء الله نتقابل بقى بعد العيد، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله بعد العيد هيبقى ما عادش فيه غير 3 محاضرات ان شاء الله يعني، مش كده؟ ولا 4؟ انتوا نصيبكم يعني، اول ما يقولولنا خلاص هنخلاص، مش هتفرق كتير يعني. يلا مش عايزين حاجة؟ كده الدنيا سهلة وبسيطة، اعتقد مفيش ازمة يعني. والميد ترم نتيجته طلعت ايه؟ ما شفتوش نتيجة الميد ترم؟ ماشي. هعيد عليكم ولا بعد العيد؟